اتعرفت على المركز وجيت استفدت منه. علمونا الرسم على القزاز واللوحات والرسم على المراية برضو علمونا ليه، وكل المناشط تحت القزاز دي انا عرفتها ممكن اعملها وممكن ارسمها كلها، ولو لقيت فرصة يعني همشي لقدام ممكن اعلم. كل الناس كل زول اشتغل في مجال، في ناس اشتغلوا مجال التياب والطباعة، وفي ناس اشتغلوا مجال القزاز، وفي ناس اشتغلوا مجال القصات، يعني كل زول يتفنن في الحاجة اللي هو بيقدر يتعلمها. وفي هسي آخر شيء بنتعلم في الشنط اليدوية، يعني بدل ما الواحدة تمشي تشتري مطبقة بتجي تشيلها تعملها من هنا وتشيلها في يدها، وبعد ذاك الناس تسوق، أي زول بيسوق وأي زول بيستفيد وأي زول بيبيع، يعني الحمد لله رب العالمين. استفدت كثير اني بعت منها واشتغلت فازات، اشتغلت سباتة وبرضه ملايات، يعني اشتغلت حاجات كثيرة. ده كله بفضل المركز، يعني بفضل الأستاذة سلوى. وتعلمنا يعني حاجات كثيرة، منها تطريز الطياب وأعمال الخرز والكروشيه، وكل زول يعني الحاجة الحبية حاول يعني يدخل فيها. أنا لما جيت دخلت المركز ده وشفت الأشغال دي قلت ما حتعلم الشغل، بدأت أشتغل بجد، يعني جيت الشغل سهل شديد. اشتغلت بالسكسك، بدأنا بالسكسك حاجة صغيرة جدا، بدأنا بالكراسي، طورنا دينا الفوط، عملنا الفازات بالسكسك، عملنا صواني بتاعت قزاز بالسكسك برضه،